هذا وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. تتواصل فعاليات الدورة الثانية لمجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل في يومه الثاني والأخير، والذي يعقد تحت شعار قادة اليوم يلتقون بقادة الغد. شباب الوطن يجتمعون من أجل المستقبل في مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل، والذي يواصل في يومه الثاني والأخير جلساته الثرية بمخزونها الفكري والثقافي عبر لقاء نخبة من الوزراء وأصحاب المعالي بقادة الغد وهم شباب الوطن. استهلت جلسات اليوم الثاني بجلسة تحدثت عن مستقبل الوظائف ومهارات المستقبل في الإمارات، شارك فيها معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتور أحمد عبد الله بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي. القطاع الخاص اليوم الحمد لله يزخر بوظائف كثيرة ومتنوع في قطاعات اقتصادية مختلفة. فاليوم أنا من خلال مشاركة حاولت أني أنا أوصل فكرة أن القطاع الخاص هو خيار استراتيجي للدولة، وما في دولة تقدر تقوى وتقدر تستمر إلا إذا شارك شبابها في الفرص المتاحة في القطاع الخاص. طبعا القطاع الخاص ما نتكلم عنه بمجرد توظيف، إنما توظيف وأيضا ريادة أعمال. فنحن نتمنى من شباب المستقبل أنه هو يقود اقتصادنا. اليوم في هذه القاعة نجد الطلبة والموظفين، ونجد زملائنا الوزراء في أفضل حالاتهم من دعوة إلى الاستفادة من المجلس ومعطيات هذا المجلس، الاستفادة من التكنولوجيا والاستفادة كذلك من هذا الزخم الذي يراه مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. وإلى جانب الجلسات الرئيسية أقيمت 300 جلسة تفاعلية ناقشت على مدار يومين 5 مواضيع مختلفة، هي العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال والقيادة والتنمية والثقافة والفنون والإعلام، إضافة إلى الرياضة واللياقة البدنية، إذ يشكل المجلس من خلال النقاشات الحافلة وتبادل المعرفة حافزا للطلبة على أن يكونوا قادة في حياتهم ومستعدين لرسم مستقبل أفضل لأنفسهم ولوطنهم. بث روح العمل وتمكين الشباب ليصبحوا جاهزين لمواجهة التحديات هو ما يهدف له مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل، ليصبح الشباب قادرين على المضي قدما في مسيرة النمو والازدهار والمشاركة بفعالية في الثورة الصناعية الرابعة. لأخبار الدار، وليد الأصبحي من أبوظبي.